هنقول مقاديرها دلوقتي وبعد كده هنعملها مع بعض. البغاشة عبارة عن 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، وعندي كمان بيضتين، 2 بيض، وعندنا نص كوباية سمنة ورشة ملح ومية لكمل العجين. تاني، 3 كوبايات دقيق وبيضتين ونص كوباية سمنة، وكمان عندنا شوية ملح ومية للعجين. بعد ما نعجنها ونسيبها ترتاح هنقطعها كام قطعة؟ 10 قطع، وهنفردها بس كل طبعة بينها وبين التانية نشا، وبعد كده أنا هحطها في صينية أو أحمرها في الزيت ونسقيها يا إما بالشربات يا إما بالعسل الأبيض يا إما بالكوندنس ميلك اللي هو الحليب المكثف المحلى، ونديها الفستق. علشان كده هقول تاني المقادير: 3 كوبايات من الدقيق، نص كوباية من السمنة، وعدد 2 بيضة، ورشة ملح، ومية لإتمام العجين. بعد كده أقطعها كور 10 كور. بعد ما عجننا مع بعض البغاشة عبارة عن 3 كوبايات دقيق ونص كوباية سمنة وبيضة وشوية ملح ومية، وعندي كمان من المقادير كوباية سمنة بسيحها كوباية كاملة، وعندنا نص كوباية كورن فلاور، وعندي فستق مفروم، وكمان شربات. في واحد زي ده صغير يا أحمد، من فضلك هاته أهو. ده أقطعها وأسيبها ترتاح كده في التلاجة، شايفين كور كده زي ما أنتم شايفين. وبعد كده هاجي هنا هنجيب شوية النشا دول أو الكورن فلاور ونفرد على الكورن فلاور، نحط تاني ونجيب معانا ونفرد كده. حاضر. دلوقتي 3 كوبايات من الدقيق عليهم نص كوبايه سمنه وبيضتين ورشه ملح وميه، وعملنا العجينه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. جميل. بعد ما عجنتها سبتها ترتاح في الثلاجه شويه، بعد ما قطعت العجينه 10 قطع وبحط بينها وبين بعض نشا كده، وبعدين هنشوف هنعمل ايه بعد كده. اما بقيه المقادير فعندي النشا اللي هحطها في النص، ونص كوبايه فستق، وكوبايه سمنه بسيحها على النار اهي، وعندي سيرب تقيل او عسل ابيض او كوندنس ميلك اللي هو الحليب المكثف المحلى. هنفرد مع بعض اول واحده اهي سريعا ونركنها على جنب، والثانيه برضو نغطسها كده في الكورن فلاور او النشا، ونجيب زيت علشان انا عامل قبل كده يا اما نقطعها مكعبات زي ما هتشوفوا دلوقتي، يا اما نعملها في صينيه وندخلها الفرن مع بعض، وهنشوف مع بعض كل التفاصيل. نحط دي على دي شايفين، ونجيب الثالثه دي نفس الطريقه كمان بتاعه البقلاوه البيضة، بس ما بيبقاش فيها بيض، بتبقى دقيق وسمنه وميه وما فيهاش بيض. بس احنا طبعا دي البغاشه، الناس الكبار هيعرفوا ان البغاشه ده مقاديرها الصح. كل واحدة بفردها كده اهو فوقيها، ونفرد لغاية ما نخلص الكمية العشر قطع فوق بعض نفس المسافات، وبينهم من بعض زي ما قلنا نشا في كل واحدة، ونحط فوق بعضه لان لسه هنفرد كمان فردة، شايفين هو ده. وبعدين بعد ما فردت كده كل المقادير، انا طبعا متعمد ان انا اوريها لكم من الالف للياء عشان تبقوا ماشيين معانا وعارفين البغاشة هي دي البغاشة. طبعا ممكن نعملها بالجلاش، بس بتبقى طريقة تانية خالص مختلفة عندي. جميل. كل واحدة بفردها حوالي قطر مثلا تقريبا 15 سنتي اكتر شوية، لان لسه هتفرد تاني لغاية ما تملى معايا الصينية اللي انا بعملها. دي اللي في الصينية، لكن انا ممكن اقطعها مكعبات تبقى بالشكل ده بعد ما اخليها العشر رقات فوق بعض وافردها وتتقطع مكعبات دي، وبعد كده هنيجي نحمرها في الزيت مع بعض. دلوقتي يبقى اللي احنا بنعمله، اللي انا بعملها دي هتبقى صينيه ودي قطع زي ما انتوا عايزين. البغاشه دي من الاكلات اللي هي بتاعت زمان، يقول لك بتدوب في البق زي البغاشه، صح؟ اهو كده فاضل ثلاثة اهم، احنا عملنا كده سبعه، سبع طبقات زي ما بقول، فوق كل بين كل طبقة والتانية شوية من النشا عشان ما تلزقش في بعضها وتبقى مورقة. وبعدين عندنا السمنة هنا سخنة، خليكم معايا اهو، ناخد كده اخر اتنين اهم. يا مدام كريمان صباح الخير، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي.
عايزه اقول لك انت قامه وقيمه يا سيف يوسف. يا رب يخليك ليا، ربنا يكرمك. كلك ادب وكلك ذوق وكلك محبه، ربنا ده من يخليك ذوقكم انتوا، ربنا يخليك. ممكن من فضلك بس مقادير العيس تاني؟ حاضر، من عينيا من عينيا، حاضر. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. انا اللي سعيد بسماع صوتك وبشكرك على كلامك. الاعاده بتاعه البروجرام، الاعاده بقى دي ان شاء الله هنحاول والله، بغض النظر احنا بقالنا كتير بنتكلم في الموضوع ده وان شاء الله هنحاول نعملها قريبا. المفروض اداره القناه تفهم ان دي رغبه المشاهدين. حاضر رجاء يعني، ربنا يخليكي. حاضر ان شاء الله، هنعمل لكم الاعاده قريبا ان شاء الله. بشكرك مدام كريمان، وخدنا كده شايفين العشر طبقاتهم ونفردهم. ايوه اتفضل. ايه ده؟ لا لسه، ده قالوا لي وربع او تلت تقريبا. طب هات هات الزيت بسرعه كده كده. طيب ما انا استغربت، عشان كده انا قلت نعمل قدام بعض الفطيره دي. شايفين بقى بنفردها زي ما انتم شايفين اهو، 10 طبقات بتتفرد كده على قد ما نقدر، على قد ما نقدر. برافو عليك يا سعد، كان هيطلق علينا الزيت. شايفين 10 طبقات، وبعدين نجيب هنا وناخد سكينه ونقطع على قد اهو، نقطع كده اهو، ونشيل الزياده دي نقطعها بقى مكعبات زي اللي احنا عاملينها دي، مفيش مشكله. وناخد العجينه دي نفردها فين؟ حاضر، هنا اهو، نحطها هنا كده، ونجيب المقطع بتاعنا نقطعها. فين المقطع؟ اهو اهي. طبعا وانا هحمر شويه من البغاشه دي عشان نشوفها دلوقتي. انا بقطعها كده مكعبات، وعندي السمنه السخنه، ونقوم حاطينها فوقيها ومدخلينها الفرن تكمل تسويتها. بعد ما نطلع وهي سخنه كده نسقيها بالشربات او بالعسل الابيض، ونديها الفستق. ممكن نحط عليها قشطه زي ما انتم عايزين، كل الحاجات دي في ايديكم اهو. نشرب كده وندخلها الفرن. هتستوي معايا في الفرن، ولكن هتاخد وقت، انا هوريها لكم بكره. هناخد بس نحمر شويه من البغاشه دي اهو، سريعا اهو اهو. حاضر، احنا كام دقيقه والله؟ طب امال ايه؟ طيب طب هنطلعها قدام الناس. الله يكرمك. ده انا عامل حسابي ان في 10 دقايق عشان كده عملتها. اخص عليك يا عبد الله، اخص عليك يا عبد الله. شايفين دي بقى اللي في الزيت، اللي في الزيت اهي بتتحمر، وبعد ما تطلع هنحط الشربات نغطسها فيه ونطلعها نغرفها على طول. اما بتاعت اللي في الفرن ان شاء الله هتطلع معانا، لان انا كنت متخيل ان الوقت خلص، بس لسه عندنا شويه وقت هنطلعها مع بعض دلوقتي. بس دي هتتحمر معانا اهي. شايفين بقى لو الكاميرا بتجيب بتفتح ازاي؟ لا اهي اهي الله ينور، الله ينور. شايفين اهو ده، ده اللي انا بتكلم عليه، هو ده الهشاشه الموجوده جوه العجينه بتفتح ازاي، هو ده، ده المطلوب. كمان عندنا اللي في الفرن ان شاء الله تطلع معانا، بس عايز اوريكم الخبز، لان الخبز تقريبا عجب الساده المشاهدين قوي اهو. قبل ما نوريكم الخبز كده بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي هنا عشان هنا سخن، ما نحطش حاجه على البارد، ونرفع دي بقى ونبص. شايفين العيش عامل ازاي؟ لما اجي بقى الاقيه عمل كده ودخل في السوى كده، اقوم شايل من عليه الغطا ومدخله بدون غطا، مدخل الحله تاني بدون غطا اهو. واوعدكم بكره اوريكم شكل الرغيف ده اللي احنا عملناه وقدمناه مع الجبن البلاتر ده بالشكل دوت، يعني يوم الاجازه ان شاء الله ان شاء الله. انا بس عايز اقول لكم بس اهو قد ايه، قد ايه العجينه دي هشه بتفرد معايا اهي. بعد ما تتحمر معايا وتقرمش خالص ولونها تاخده الذهبي، هنحطها في الشربات او نسقيها بالشربات ونصفي ونطلعها كده عشان خاطر نقدمها لكم مع شويه الفستق الموجودين معانا. زي ما قلت، يا اما شربات يا اما عسل ابيض
يا اما الكوندنس ميلك اللي هو الحليب المكثف المحلى. كان في علبه مفتوحه هنا، علبه الكوندنس ميلك. هات لي العسل الابيض من فضلك، ده البغاشه، لان كتير قوي بيتكلموا او بيقولوا البغاشه البغاشه البغاشه. ادي البغاشه، زمان كنا بنسمع عن البغاشه واحنا صغيرين ما نعرفش يعني بغاشه، فدي البغاشه زي الكتاب ما بيقول اهو. الناس الكبيره اللي زي حالاتي كده هم عارفينها لانهم اكيد كلوها. نعم. الله يخليك. لا والله ربنا يكرمك يا شال. انا مستني برضو ربنا يسهل كده ودي تطلع معانا اللي في الفرن. طبعا انا حطيت سمنه كتير جواها بس هصفيها لما تطلع، هنصفيها لما تطلع. نرفع كده بقى، شايفين اللون ده؟ ده اللي انا بتكلم عليه. كفايه كده اللون ده حلو قوي. نصفي من الزيت ونحطها فين؟ في الشربات. ادي الشربات بتاعنا، ننزل على طول على الشربات اهو. يلا بعد كده نجيب الطبق اللي هنغرف فيه. نعم. عبد الله حبيبي، عبد الله حبيبي. ده اللي كان عايز يضيع مني 10 دقايق. صحي فجأة قال لك ده الوقت خلص. بنسقي كده بالشربات ونجيب طبق نغرف فيه. بس يا ريت نجيب بقى يعني عشان ما يبقاش فيها شربات كتير بنصفيها. بس شوفوا عاملة ازاي الكمية القرمشة اللي فيها اهو. ان شاء الله سامعين اهو. دقت، انا دقت لكم. نيجي كده نرفع بقى بالراحة، نصفي من العسل عشان لسه عندنا كمية تانية، ونحط هنا. انا اتمنى بس ان اللي في الفرن تطلع معانا. انا كنت عامل احتياطي بس جات لي فكره الصينيه بعد ما عملت المكعبات دي، يعني انا كنت هطلع المكعبات دي وبس، لكن انا جات لي فكره الصينيه بتاعتي فقلت اعملها لكم برضو ابتكار جديد، حاجه جديده. تعالوا بقى لو عندي بقى مثلا حته قشطه بلدي، قشطه حامضيه، نجيب معلقه نحطها عليها وهي طالعه سخنه، شويه الفستق المفروم اللي انتوا عايزينه. عارفين يعني ايه؟ انتوا اصحاب الشقه. ممكن اللي عايز عسل ابيض يحط عسل ابيض اهو، عسل ابيض اهو. اللي عايز بقى قلت لكم فيه كوندنت ميلك اللي هو الحليب المكثف المحلى، في ناس بتحبها بيه اهو. استمتعوا بالشكل كده وجربوا، بس برجاء ما تكتروش. ليه؟ لان دي دسمه، فيها سمنه جوه العجينه وفيها زيت محمر وكمان فيها شربات وحاجات كده تقيله، فاحنا مش عايزينها تبقى اتقل من اللازم. انا عندي بقيتها بكملها اهي. خلاص يا احمد مش مهم، بس عايز اشوف اللي في الفرن كده سريعا. بدات ترفع معايا، بدات ترفع معانا اللي في الفرن اهي، هجيبها لكم شايفين. لكن انا جات لي فكره، تعالوا نشوفها بقى مع بعض كده. الفكره اللي جات لي، لان ده بيتحط على النار، وليه ناخد وقت كتير مع ان ناخد وقت اقل اهو. نحط هنا، نشيل كل الحاجات دي كده بقى، نشيل كل ده نحطها على النار هتستوي معايا. شايفين شكلها؟ هي الرقات اللي جوه دي مع السخونه بتاعت السمنه هتلاقوها بتطلع معايا شويه بشويه دلوقتي واحنا مع بعض. بعد كده نطلعها ونسقيها يا اما بالشربات زي ما قلت، يا اما بالعسل، يا اما بالكوندنس ميلك اللي هو الحليب المكثف المحلى. واستمتعوا معانا. دي بقى البغاشه، لان كتير قوي كانوا بيسالوني على البغاشه، كتير قوي نفسهم يعرفوا البغاشه. واكله سريعه وسهله ونوع حلو برضو من التراث. يعني انا النهارده تعمدت ان احنا نعمل حاجات كلها من بتاعه زمان، يعني الخبيزه والبغاشه دي كان يوم النهارده يوم اكلات قديمه، اكلات من زمن فات زي ما بيقولوا. نصفي، جيب طبق اصغر شويه عشان نحط فيه، وزي ما قلت لكم حطوا بقى اللي انتوا عايزينه، يعني استمتعوا بالاكل، استمتعوا معانا.
اهي بتستوي معايا. ما تنسوش ان دي عجينه عباره عن دقيق وبيض وسمنه وشويه ملح، وبينها وبين بعض طبقات من النشا او الكورن فلاور. طبعا انا مش مستعجل ان هي تطلع معايا، اول ما الوقت يخلص مش مشكله، هسيبها لغايه بكره تشوفوها. ولكن انا كل اللي بوريه ان انا بقول لكم ممكن نسويها بالطريقه دي او بالطريقه دي، لكن هي في الاساس بتاعت زمان المكعبات الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. هنرفع دي كده. ايه ده؟ اهو. نيجي بقى هنا نحط بقى ايه؟ قشطه. القشطه الحامضيه، بس هي دي طبعا محطوطه في الثلاجه فمش هتسيح على طول، تاخد وقتها. وعليها زي ما قلت شويه من العسل. وشويه فستق. هو ده. استمتعوا بقى كده بالمنظر اللي انا شايفه ده المغري ده، بالهنا والشفا.